السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة خياطة وتدبير وعادي التدبير. فيديو النهاردة ازاي نحافظ على المصحف الشريف أو أي شيء جميل بالنسبة لنا، ازاي نحافظ عليه وما نبهدلوش أبدا. نبتدي على بركة الله. دي حتة قماشة كانت باقية معايا من شغل قديم. النهاردة هنعمل جراب أو كفر للمصحف الشريف أهو. بصوا بس بساوي القماشة بالشكل ده، موضوع بسيط وسهل. بيضايقني قوي قوي لما الاقي أطفال بيمسكوا المصحف ورقه، يعني ورق كتير واقع منه، الغلاف خالص مش موجود، بصراحة بزعل جدا اهو. بصوا انا بس بحطه بالشكل ده، بسيب مسافة هنا للخياطة، مسافة هنا للخياطة اهو، مش عايزة كتير، ومسافة هنا بس عشان اركب سوستة وبقص. تمام. بشوف ناس بعد التراويح، اطفال صغيرين ماسكين المصاحف مقطعه، بيروحوا المسجد كمان مش عارفين، لانهم اطفال برضو مش عارفين حرمه المسجد، بيقعدوا يلعبوا ويهيصوا. وانا بصراحه بلوم على الام في الموضوع ده. يا جماعه المساجد للصلاه، واحنا كده مش بنمرن الطفل ابدا على الصلاه، عشان محدش بس يقول لي احنا بنخلي الاولاد يتمرنوا، انتوا كده بتخلوا العيال يفرحوا بس في المسجد. يعني الموضوع كده صعب، لازم كل واحده تمسك اولادها تعرفها ان المسجد ده مكان مقدس جدا جدا، ما ينفعش فيه تهريج، ما ينفعش ابدا ضحك، ما ينفعش الاطفال يلعبوا وسط المصلين ابدا. تمام. طيب هنبتدي بقى نخيط الجزء اللي احنا عملناه ده. هنا عندي جزء من قشر السمكه، كلها حاجات مركونه وقصائص مركونه، فانا هزود برضو فيها. حلو قوي يكون لك مصحف خاص بيكي، يعني بصوا يعني زي موبايلك بالظبط، ما هو خاص بيكي ومحدش يعرف يلمسه. يعني حلو قوي ان يكون لك مصحف خاص بيكي اهو. بصوا بتاخديه معاكي في اي مكان. الشنط بتاعتنا ما شاء الله تسع كتير قوي اهو. هخيط بس دي الاول وبعد كده هنركب السوستة مع بعض. بصوا بقى يعني مش محتاجة اتني ولا اي حاجة اهو، علشان بس يعني مدورة فمش هينفع اتني اهو. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. تمام اهو. بروح لو عايزه تحددي دي باي حاجه، باي شستان، باي ديكور، باي حاجه، سهله جدا وبسيطه. هوريكم بس حته قطيفه اتبرمت، وده طبعا ركناها، انتوا عارفين ان القطيفه بتبرم، هوريها لكم دلوقتي اهي. دي اتبرمت، شايفين من الركنه اتبرمت، يعني لقيت ان البرمه بتاعتها شكلها حلو جدا. بصوا يعني لو جيتي عملتي كده لزقتيها او اي حاجه ادت معاكي شكل. تمام. انا بس بوريكي الفكره وانتي تقدري تعملي اللي انتي عايزه. ممكن اي شريط عادي، اي دانتيل عادي تتعمل. بس ده شريط برضو موجود اهو. زي ما قلت لكم اللي بيحصل اثناء الصلاه مهازل مش صلاه. لازم نعود ولادنا من هما صغيرين ممنوع نتكلم وفي حد بيصلي، ممنوع نعلي التلفزيون، ممنوع نمشي من قدام المصلي. لازم نعمل كل ده يا جماعة، لان اولا مش جاي اوعز صراحة، يعني انا واحدة من الناس بخلي ولادي يصلوا في البيت، لان الجامع ليه احترامه وليه حرمته، في النهاية هم اطفال. تمام. بصوا لغاية ما يكبروا شوية بقى ويفهموا، يعني كعبد الرحمن لازم الفروض في الجامع. بصوا شكلها بقى ازاي. اهم شيء هو كتاب الله، لازم نهتم بيه جدا جدا جدا. تمام. دلوقتي هركب السوسته بتاعتي. بصوا السوسته عاديه خالص صغيره، لو لون ابيض يكون افضل. ده اللي لقيته دلوقتي، بس بديك الفكره. انا عارفه انك لما تنفذيها هتبقى اجمل بكتير ان شاء الله. بصوا موضوع السوسته انا يعني بحب اديله وقته في اي تصوير، لان هو فعلا بيبقى مشكلة مع بعض الناس اهو. تعالي هاتي الطرف ده اهو.
بالشكل ده. بصوا من اسهل ما يكون. خيط الجزء ده وكمان الجزء ده كده للاخر. بصوا بالشكل ده واقص زياده. ويعني انا بحب الجلابات، يعني بحب حاجه زي كده اعملها للمشابك الغسيل للحاجات المهمه، لكن في حاجات مش بحب ابدا ان انا اكسيها او اعمل لها جراب، زي التكييف، زي الشفاط، زي شاشه التي في. ما ينفعش الحاجات دي ابدا ان احنا نغطيها، علشان الحاجات دي ليها اماكن تهويه لازم تاخد تهويتها بشكل جيد جدا، خاصه التلفزيونات. يعني انا بشوف عندي في الجروب ناس بتعمل كفر لكل حاجه، كل حاجه، كوبايه اللي بتشرب فيها، التلفزيون، الغساله، كل حاجه. بصراحة في أجهزة خطر جدا لو غطيناها، زي السخان. السخان مش مفروض أبدا نغطيه، يعني أنا عندي السخان مفرش فوقه وفازة ورد وخلاص بس. تمام، تعالي هنا في الزاوية دي كده، افتحيها واعملي خياطة بالشكل ده وقصي المثلث. نفس الحكاية هنا، برضو بصي المثلث. تعالوا نشوف اللي احنا عملناه. شايفين كده شكلها؟ بصوا بسم الله. شايفين؟ شايفين يعني اكيد بالشكل ده هنقدر نحافظ عليه بشكل افضل اهو، زي ما انت شايفه. شايفه هنا ده المثلث اللي قلت لكم خيطه ونقصه اهو. بصي يعني ممكن تحطي له كمان دراع لو هتلبسيه بنتك او حاجه وهي رايحه تصلي. بصوا شكله بقى حلو ازاي. وبالنسبه لك انت الشكل ده هيكون مريح قوي 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 ليكي. في حاجه كمان عايزه اوريها لكم بسيطه جدا، دي كمان عملتها من جيركن الفيبه اهو، قصيته و لزقت عليه الشريط ده بس رايح جاي بالشكل ده اهو. ده كده شكل المصحف بتاعي اهو. عجبني جدا جدا. تقدري تقدمي هدايا، يا ريت نرجع نقدم هدايا لبعض بهذه القيمه. يا ريت نرجع تاني المصاحف بتاعتنا ما تلمش تراب على الارفف. يا ريت تاني كلنا نرجع نمسك مصاحف واولادنا يشوفونا كده. نتوارث العاده دي. كل ابائنا زمان كانوا لازم يقروا القران الكريم. طبعا اكيد دلوقتي ناس كتير قوي قوي بتعمل ده، مش بقلل من قيمه او شان اي حد، ولكن عايزين نرجع نخلي المصحف هو القيمه الاولى في حياتنا ونحافظ عليه، وما يكونش مجرد كتاب موجود في بيت. لا، المصحف هو عباره عن حاجات بنتعلمها، ايات قرانيه تحمل كل قيمه وكل معنى، سيرة الأنبياء، كل شيء في هذا الكتاب المقدس لازم نحافظ عليه، هو أهم شيء في حياتنا. إن شاء الله أتمنى يكون الفيديو بسيط وسهل وعجبكم، ومش عايزة أي حد يزعل مني أو يفتكر أن أنا بعدل على أي حد أبدا. الدين النصيحة، واجبنا قصاد بعض أن احنا كل ما حد فينا يحتاج لنصيحة أن احنا ننصح بعض، نقف جنب بعض. أنا بفرح جدا جدا لما بشوف في التعليقات أم عبد الرحمن عملتي خطر ما، فانا باخد التعليق ده او النقد ده في عين الاعتبار، مهما كان جارح مهما كان صعب بتعلم منه بستفيد منه وبعتبره دفعه للامام. فياريت ياريت كلنا ما نزعلش من بعض ابدا، ونوجه بعض التوجيه الصحيح والسليم ان شاء الله، ونحافظ على هذه الكتب. رجاء نحافظ على هذه الكتب، منظرها بيبقى صعب قوي قوي بالليل وانا قاعده في المحل بشوف الاطفال رايحين يصلوا ماسكين المصاحف بالشكل ده، ورق مقطع، جلده مش موجوده، ممكن يقع، ممكن. مش ان انا اعلم بنتي ان هي تلبس ازدال، مش ان انا اتعلم طريقه الازدال، المهم ان انا اتعلم ازاي ازرع فيها القيمه الصح، وان هي تحافظ على هذا الشيء الجميل القيم. بتمنى ما اكونش رغيت،
تعبتكم ضايقتكم. كل سنه وانتم طيبين، يا رب اكون خفيفه على قلوبكم دايما. بشكركم جدا جدا لاننا وصلنا ل 300 الف مشترك بفضل الله، وثم وجودكم دعمكم محبتكم. بشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.